رجعنا مشاهدينا مع الفقرة الثانية اللي رح نتابع فيها موضوع المؤسسة الزوجية ولكن بشأن نفسي. موجودة معنا أخصائية بعلم النفس سمر كفوري. هاي سمر، هاي، كيفك سارة؟ صباح. رح نحكي اليوم عن موضوع الزواج والخلافات الزوجية. سمر، شي طبيعي انه يصير في خلافات زوجية بين المرأة والرجال؟ اكيد شي كتير طبيعي، ومنه مستغرب انه يصير في مشاكل بين الزوجين، لانه انت بتكوني بالمؤسسة الزواج بفوت اشخاص، شخصين من بيئة مختلفة، عندهم شخصيات مختلفة، يعني طبيعي يصير في تصادم بالآراء وبالطباع، بس هيدا الشيء لازم يكون مثل نقطة قوة لمصلحة الزواج، مش نقطة ضعف مثل ما الناس بتفكر انه هيدا خطر وبده يصير في انفصال بعدين. لا، لانه وقت بيصير في اختلاف بالآراء اجباري يصير في حوار ويصير في مناقشة بين الزوجين، وهذا الحوار وهالمناقشة رح توصل انه هالاثنين الشريكين يفهموا بعض اكثر، يستوعبوا بعض اكثر، الشريك يعرف الثاني شو بحب، شو بده، شو بيكره، وهيك بيوصل وبتتطور العلاقة الزوجية بطريقة سليمة، بطريقة ايجابية اكثر واكثر. برأيك سمر، شو الاسباب يلي بتؤدي للخلافات الزوجية؟ شو ابرزها؟ الأسباب اللي بتؤدي للخلافات الزوجية كتيرة، وما في سبب ثابت أو محدد، وبيختلف حسب الكوبل وحسب التاني، حسب طريقة التفكير، حسب البيئة اللي هني كمان جايين منها. صحيح. كمان حسب قديهن الفترة اللي فترة التعرف قبل ما يصيروا بتحت سقف واحد. هذا اللي بدي اقوله، قديش مهم يعني كتير مهم. يتعرفوا على بعض مظبوط، يتشاركوا يمكن بالحياه اليوميه لحتى ما يعني يعرفوا بعض اكثر. مظبوط، كثير مهم، كثير مهم يحكوا بقصص صغيره اكثر من القصص الكبيره، الديتايات هذه كثير مهمه، لانه وقتها بيصيروا كمان تحت سقف واحد بتصير الشخصيات تنكشف. لانه اجمالا بفتره الخطوبه طويله او قصيره الشخص ببين اجمل ما عنده، يعني مظبوط، اجمل ما عنده للشخص الثاني، وبعد الزواج هون بتبلش الشخصيه المضبوطه تنكشف. انا هالشخص، الامراه او الرجل لازم يتقبلوا هالشخص الثاني مثل ما هو وخلص ويقتنعوا فيه. نعم. هلا بتعرفي كل شخص عنده مفهوم معين للزواج قبل ما يبلش. في ناس بيعتبروها مسؤولية، في ناس بيعتبروها أسر حرية، إذا بدنا نقول عبء، ما بعرف قديش مفهوم الزواج قبل ما الإنسان يقدم على هذه الخطوة بتأثر بعدين على 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 الزواج. نظرة الشخص للزواج كتير بتأثر على العلاقة بعدين. يعني مثلا بار اكزامبل، اذا هذا الشخص كان من بيئه فيها كثير خيانه، عنده الخيانه هينه، بعد الزواج بيكون عنده كثير سهل انه يخون. اذا كان مثلا من بيئه البي فيها اجريسيف، عنيف، بصير في عنف منزلي، هذا عم بحكي عن الرجال، هذا الرجال كمان كثير سهل عليه انه يضرب مرته، يضرب اولاده، بحسها كثير شيء طبيعي، لانه بيه اللي هو مثاله كان يتصرف هيك مع امه. اكيد هون في كمان ايام هيدا الرجل بيعمل ردات فعل عكسيه. صحيح، بيطلع كثير منيح وكثير مرته ومظبوط وبيعطي بروتكسيون كثير كبيره لعائلته. صحيح. يعني باختصار انه نظره الشخص للزواج قبل ما يتجوز بتاثر، هيدا اجمالا، الا اذا كان في ديكا اكسبسيونيل، حالات استثنائيه، هذا الشخص بيتغير. يعني الله بحط حد بتصير هي بتصير كثير تغير. اكيد اكيد، ما الانسان بكل يوم كل لحظه بحاله تغير. نعم. يمكن الله يحط حده او قدامه شخص يساعده، ابونا، ثيرابيوت بيساعده، بيوعيه على الامور. يعني صادقون حسب كل شخص. نعم. والكا تبعه. يعني انت ذكرتيها انه قلت انه لمن شخص يجي من بيئه معينه، يعني بتعرف انه نحن كل شخص جاي من باك جراوند، كل شخص قطع بتجارب بحياته كونت له شخصيته، اذا بدك طبعت طريقه تفكيره، يعني قديش بيحملها معه للزواج. ليكي هلا كل انسان هو الانسان ابن بيئته. يعني بس بالاذن منك، أيوة، تنفترض مثلا قطع بعلاقه فاشله
قبل الزواج قديش بتأثر عليه؟ مثلا بنشوفها كثير هيدي، انه مثلا بتلاقيه انه صار عنده سيلف ديفنس تجاه المرأة، يعني انه بليز انا مثلا صاحبتي خانتني، تنفترض بيعمل شوك، بيعمل هيدا، بصير عنده مشكلة انه يرجع يتواصل مع حدا تاني، او بصير عنده شك، بيكبر الشك بعلاقاته بعدين. قديه هلا لازم نعرف انه الصاحبه غير المراه، غير نعم. الزوجه نعم. يعني انا اذا هو مثلا مر بعلاقه صاحبته خانته ما كانت منيحه معه، اول شيء هون بأثر طريقه نضجه هو، مش طريقه نضجه، النضج اللي عنده، الوعي اللي عنده، انه اول شيء مش كل الفتيات مثل بعض نعم. ومثل ما مش كل الرجال مثل بعض. صحيح. بده يصير يستوعب انه هيدي الانسانه منا مثل بار اكزامبل ماي اكس، الاكس تبعي. واصلا تيوصل يفكر انه يتجوزها بده يكون، اذا كان هو عنده هيدا الديفانس، انه ديفانس انه انا مثلا عندي شك فيك وهيك، بده يكون وصل لمرحله كثير صار عنده ثقه فيها. طيب يوصل لمرحله الزواج مزبوط، بده يكون عنده ثقه كثير فيها. هون المراه بتلعب دور كثير مهم، تخليه يوثق فيها اذا مزبوط، وتكون صادقه معه، واعيه وناضجه. يعني كله طريق هيدا، كله مفهوم استيعاب الشخص نعم. الثاني وتفهمه وتقبله نعم. مثل ما هو، وتقبل انه مر بتجارب صعبه، يعني مزبوط، وصبر انه تصبر عليه، انه وهي هو كمان يعني شيء متيال هيدا الموضوع. نعم. حكينا شوي كمان بالاول انه الشخص، انه الشاب، حكينا بالاحرى عن الزلمه، يعني اللي بيتعرض مثلا لضرب ام الى اخره، ام بشوف بيو كان يعامل امه بطريقه بشعه، يعني العنف الاسري او الخلاف او الخلافات اذا بدنا الزوجيه اللي بتصير قدام الاولاد، لما يتخانقوا قدامهم يصير في صريخ، يصير في عياط، يصير في ضرب، بتحتم انه زواج الاولاد يفشل بعدين ولا مش ضروري؟ ابدا لا. كمان الولد وقتها بيشوف رح تأثر فيه يا بوزيتيف يا بوزيتيف يا نيجاتيف، وممكن تأثر فيه الاثنين. وهو بعدين وقتها بيكبر، وقتها بده يوصل لمرحلة انه بده يرتبط بشخص ثاني، اكيد رح يخاف، رح يكون عنده شك. الصبي سبيشالي الصبي، لانه بيعمل مثل ما قلت ايدنتيفيكاسيون على الاجريسور اللي هو بيو لازم يكون ايديال عنده. نعم. ممكن كمان يعمل يصير عنده اجريسيفيتي تجاه مرته، ممكن لا، ممكن ابدا بالعكس يكون عنده محبه زايده لمرته، عنده هالشعور الحمايه الكبيره لعائلته، ممنوع حدا يدق فيهم. كله حسب سديبون هيدا الشخص، اذا كان واعي، اذا حدا ساعده، يعني انه مثلا المشكله مزبوط، انه مثلا بيك ما عم يتصرف بطريقه مزبوطه، بيك بده علاج، بيك كان بيو يضربه. نعم. كيف بتصير القصه؟ بي بيضرب ابن، الابن بيكبر بيصير يضرب. هيك يعني بالسيركل فيسيو اذا ما حدا ساعده. نعم. بس انا حسب خبرتي بشوف انه دائما الله بحط قدامنا اشخاص وقصص مثل توعينا وتخلينا نفهم شو عم بيصير معنا. نعم. نحن علينا نفهم هيدا الشيء او لا، هيدا بتصير مشكلة كل شخص. نعم. الاجريسيفيتي الموجودة عند الزلمة اذا فينا نقول بتبين قبل الزواج، يعني في كتير اشخاص بعد الزواج بيبين انه هو يعني بالاول بيكون منيح والى اخره، بعدين بعد الزواج بتتفاجئ انه عند اول مشكل بيعلى صوته. مزبوط. بعدين بيصير يعلى صوته اكثر، بعدين بيصير من ايده عليها، يعني هيدي القصص ما بتبين. كيف معقول انه كيف تقدر تقفرها؟ ما فيها في عليك اذا مثلا فتره التعارف كانت طويله، لا بدها اجباري بدها تقفرها. واذا كانت هي ذكيه وواعيه، يعني ما تكون نعم. ما هي حسب شو بدها كمان. اذا انا بدي اتجوز تاتجوز كرمال مثلا ما يقولوا عني عانس، او بدي اتجوز كرمال مثلا سيارته، كرمال بيته، كرمال معه مصاري، بده يعيشني لفيقه روز، لفيقه بال، وكلها تكزر وسهر، ما رح تنتبه. أكيد ما رح تنتبه. بس إذا كان هدفها تأسس عائلة مسيحية، عائلة تكون متضامنة، عائلة تكمل للأبد، ما يصير نعم. في انفصال، رح تنتبه. وهي أصلاً الإمرأة الواعية ما بتقبل تتجوز شخص بفترة تعارف كتير قصيرة، لا، بدها تفهمه، بدها تختبره. هون الاختبارات، من هون بتعرف مثلاً باختبار تعصبه شوي، تشوف شو كيف تكون ردة فعله. صحيح. لازم هول القصص تصير، لأنه الزواج منه شغلة أبداً هينة،
الزواج شخصين عم بيصيروا شخص واحد. نعم. يعني لازم كتير يستوعبوا انه انا بطلت شخص واحد، انا صرت شخصين بالبيت. ما هي الفكرة انه صار في استهتار اذا بدك بمفهوم الزواج، صار يعتبر انه يعني وصلنا لمحلات عم يعملوا حفلات طلاق، يعني صار هالقد الطلاق موضة، هالقد بطلنا نعتل هم ما بيأثر، ما مش حالنا منطلق. يعني قديش هالقد هالاستهتار عم بيزيد من ارتفاع نسبة الطلاق؟ يعني للأسف الشديد عنا بلبنان نسبة الطلاق كتير صارت عالية، يعني بدك تقولي وصلت ل 75%، وهذا رقم نعم. كتير بالنسبة لبلد صغير وحجم سكانه صغير قليل، وبالنسبة لبلد محافظ نحن بعدنا نعتبر بلد محافظ ما فيها الفلاتين. وانا بحط من الاسباب الرئيسيه لهالموضوع السوشيال ميديا. نعم. السوشيال ميديا كثير كثير عم بتاثر سلبا على الرجال وعلى المراه، ومثلا بيكونوا تنقول بعد 3 سنين زواج بعيشوا روتين، هذا روتين اجباري بده يكون، وهن عليهم انه بجهد خاص فيهم يكسروا لهذا الروتين بمفاجآت صغيره لبعض، بدهرات بسهرات، انه كل واحد بيعرف الثاني شو بحب. صحيح. ويساعده. وقتها هالمدام تنرجع على قصة السوشيال ميديا، وقتها المدام بتكون زهقانة وجوزها ما عم يهتم فيها، بتفوت على الواتساب فيسبوك، بتتعرف على شخص تاني، بتقول يلا بجرب معلي بظهر معه. هون بتصير في الخيانة. نعم. والخيانة إذا عرف فيها الرجال أو فيس فيرسا المرأة عرفت فيها، أكيد بدها تودي للطلاق. يعني أكيد. كتير بشع الخيانة وما ما صعبة صعبة يعني يرجع يتقبل أو هي تتقبل التاني. مزبوط. الخيانة. وفينا كمان ناخد من ناحية السوشيال ميديا أنه قديش النساء إجمالا أنه بيستعملوا السوشيال ميديا أكتر من الرجال، بينغروا إذا بدك بالبلوجرز وبحياتهم وبالسفر وبالظهر وهيك، ببطل عنده قناعة. مزبوط. انه اللي عم بيقدم لنا اياه الرجل اللي عنده اياه، فكمان بتبلش مشاكل الى اخره. بدي سياره، بدي سافر، بدي ثياب هيك جارتي. وهي لازم تعرف انه السوشيال ميديا تحطها براس السوشيال ميديا فيك فيك وورلد، اتس فيك فيك وورلد، كله بيبين اجمل صوره عنده. هلا انا اذا زعلانه ما راح احط صوره اني زعلانه. مزبوط. اذا انا ما عندي ديبرسيون عايشه ما راح احط، انا بس بحط صوره انا مبسوطه انا لفي قبال. حتى مع الاسف بنكتشف بعدين انه اللي بينزلوا صور كابل وار ان لاف ما بعرف شو بعد سنه شو طلقوا، يعني مزبوط. وين راح الحب والغراميات؟ كله تمثيل مع مزبوط. الاسف صحيح. طب اذا انسان مثل ما قلنا انه بيقطع بتجارب، بيقطع بظروف، كل واحد جاي من بيئه، كل واحد جاي من تربيه معينه، إذا الإنسان ظروفه والصعوبات اللي مرق فيها خلته يصير هيك، بمرحلة معينة هو يمكن مش عارف حاله إنه هو عم يعمل شيء غلط، يعني كيف بيوصلوا لحل؟ لكن ما في شيء، ما فيك تقنعيه لشخص إذا هو مش مقتنع إنه هذا الشيء غلط. هذا بيكون بده علاج. ما في شيء إنه أنا إنسان عم بعمل شيء غلط، مثلاً عم خون مرتي، عم بضربها، وأنا ماني عارف إنه عم بعمل شيء غلط، إلا إذا كان إنسان ديليران بسيكوتيك، هذا موضوع تاني. نعم. انا انسان، انا بوجهوني بيقولوا لك انت عم تعمل شيء غلط، انا علي اقول ايه اقتنع انه انا لا عندي مشكله بدي احل، بدي اعالجها، بدي احلها. هون انا بصير مثل ما قلت لك الله ما كي، يعني هالتجارب اللي انا بدي اعيشها، هالانسان هالتجارب هالصعوبات الحياه صليب، يعني كل انسان بده يعيش هالطريق اللي فيها تجارب اللي فيها صعوبات، بس هودي التجارب والصعوبات ما بتخلينا عميان ابدا. مع كل تجربه مع كل صعوبه انا بدها تقوى شخصيتي. نعم. بدها تقوى شخصيتي اكثر، بدي صير ايبانوي اكثر. ومثل ما قلت لك الله ما معقول، يعني عن خبره وعن تجربه الله ما بيترك الانسان لحاله. صحيح. انت عم بتعيش تجربه، انا رح احط لك الحل قدامك، انت عليك تتقبل هيدا الشيء او لا، هيدا حريتك الشخصيه، انا ما في اتدخل بحريتك. انت انسان اجريسيف عم تستعمل العنف مع مرتك مع اولادك، عندك مشكله، انا علي هالشخص علي يتقبلها او لا. في حالات صارت معك هيك سمار؟ يعني اجى لعندك كابل معترف
بغلطوا انه انا عم عامل مرتي بهالطريقه بدي من بعد بدي جهد جهيد من بعد اكيد من بعد جهد جهيد منه يمكن بحس اكثر منه يعني لقناعته او لوصل لقناعه انه هو عم يتصرف غلط بده يوصل لقناعه وبده يتعالج لانه الانسان الاجريسيف كيف بتكون المعالجه بدها تكون مع ثيرابيوت اجباري بده يكون في اول شيء ثيرابيوت بده يكون في مثل كذا شخص حواليه بده يكون في ابونا حده ثيرابيوت اهله بدهم يساعدوه مرته بدها تحسسه انه انا بحبك بس هيدي المشكله كثير صعبه اتقبلها منك انت عم بتاثر فيه وعم بتاثر على اولادي مش انه تريدو كاركتر فيك حبيته مثل ما هو لا هذا شيء عم بياثر نيجاتيفمون علينا ولازم يتعالج هلا انت كثيرابيوت شو القصص اللي بتستعملوها او الطرق اللي اذا بدك طرق العلاج يعني مع هيك حاله اكثر شيء بنستعمل الحكي يعني الايكوت كثير هي هيك الايكوت من اكثر اساليب العلاج الافكاس الفعاله بالثيرابي لانه هيدا الانسان بحس انه اوكي اول شيء بدك تلاقي صعوبه انه يحكي لانه بيكون انه عنده هيدا الغرور الايجو انه انا لا انا رجال ما بني شيء انا بيي كان يضرب انا مثل بيي لا بدك تعرف انه بيك كان غلط بيك ما كان مزبوط ببلش هيك تكسيره هالايجو ببلش يطلع اللي عنده بحس برياحه انه في شخص عم يسمعني من دون حكم صحيح في شخص عم يسمعني وخصوصا هذا شخص غريب ما حلو يكونوا من هيك بيقولوا لك اذا بدك تعملي ثيرابي بعت الشخص لشخص ما بيعرفه منه من بيئته هذا الشخص الاترانجي عم بيساعدني عم يسمعني في شخص بحبني بده اياني اتحسن شوي 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 يعني اوكي بطيئه البروسيجر بس شوي شوي لا رح يوصل لطريق يفهم يوعى لقصته يعرف ليه هو هيك بده يبكي كثير بده يتاثر كثير وبده يرجع يعرف انه بده يصير فيه مثل علاج وترجع حياته طبيعي بس بدها ثيرابي ما بتزبط بلا ثيرابي اكيد يعني بنتامل انه هيك يصير فيه تفاهم اكثر صبر اكثر قناعه يعني تضحية كثير بدهم يضحوا يعني ذكر الابونا قديش اساسيه وقديش مهمه بالزواج قديش في بذل للذات اذا بدك مزبوط هي لازم يعرفون قبل ما يتجوزوا لازم ما يكون عندهم نظره غلط للزواج انه انا ظاهره من بيت بي على حياه كلها ورود لا لازم يعرفوا بيهربوا يعني في اشخاص بنظرهم انه ايه بتهرب من بيت بي بروح بتجوز بقى بتتت بتكرم مش عارفين انه الزواج مسؤوليه تضحيه يعني كثير خصوصا اذا صار في اولاد يعني هلا هون بعدنا عم نحكي عن رجال ومراه يعني بعد اذا بتتطرق لمواضيع الاولاد وقديش صعب عليهم انه يشوفوا مثلا اهلهم عم يتخانقوا مع بعض صعب. يعني عن جد مزبوط. مشكلة لازم يحلوها ولازم يكون الطلاق والانفصال آخر فكرة تكون براسهم لازم يجربوا كل شيء لازم يحبوا بعض المحبة ما ها هي يعني قديش الأشخاص اللي بياخدوا عن حب مش عن قناعة كمان بتأثر أكيد أنا بدي أتجوز مش كرمال خاف انه انا من المجتمع نظره المجتمع لإلي هي بدها تعنس صار لازم تتجوز مش كرمال بدي اجيب اولاد طب اوكي انت تجوزتي وجبت اولاد شو بدك يعني تعذبيهم بحياتك لازم اول شيء نظره تكون واقعيه نظره الفتاه او الشاب للزواج نظره انه هذا الشخص مختلف عني انا لازم اتقبله مثل ما هو واهم شيء ما يحاولوا يغيروا بعض هي كثير مهمه انت مثل ما انا بحبك لازم يتعرفوا كثير على بعض قبل الزواج الديتاي الصغيره لازم تعرفها عنه هو يعرفها عنا عملك اصغر الديتايات لانه هو بيأثروا لازم يتقبلوا بعض يحبوا بعض مثل ما هن المحبه مثل ما بيقول يسوع او مربولوس تستر جما من الخطايا انا بحبك مثل ما انت بتفهمك بتقبلك مقتنعه فيك وكل المشاكل الثانيه بتصير ديتايات سنوية بتنحل والباز هو الحب صحيح والاحترام اكيد اهم شيء الاحترام سمر انا بدي اتشكرك بتشكرك ميرسي كثير لحضورك معنا ثانك يو ميرسي كثير لك نحن رح نتوقف مع بريك اعلاني وبنرجع